هذه الدولة 22 أجل لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلا 9 سنين وخمس سنين، أمره بين الكيف والنون كن فيكون، التفاصيل هذه ما ينافيها أمر الله وأجل هذه الدولة. وبالتالي يعني ما بنقدر نحكم 5 و3 و2 زي ما هم بيقولوا الحاخامات معظم الحاخامات. صلي له على النبي يا حجي، خلينا نجاوب. خلينا نفيدك ان شاء الله. يعني على ما يبدو انه اخونا الكريم يعني قلبه ابيض وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى ممتازه. الانسان اللي قلبه ابيض وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى ممتازه ما بتفرق عنده كل هاي الامور، بتفرقش عنده، لانه لما يقول سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق، انا كانسان مؤمن عندي مش اقترب، تحقق. ليه؟ لأنه هذا كلام مين؟ وعد مين؟ وعد الله عز وجل. وطالما أن الله سبحانه وتعالى وعد، شو معناه؟ وعده متحقق، أرى تحقق وعده بقلبي ولا أحتاج أن أنتظر الزمن حتى أرى تحقق الوعد على الواقع. لأنه إخواني الله سبحانه وتعالى يعلم ما فينا من ضعف، مش كلنا مثل أخونا الكريم، في منا الأضعف، في منا الأضعف، في منا الأضعف، في منا الضعيف جدا، وفي منا من يستبشر بعلامات آخر الزمان، وفي منا اللي بدرسها دراسة عميقة، وفي منا اللي بيقدمها على إيش؟ على علوم القرآن ويقدمها على الكتاب والسنة. يعني شو مالنا إحنا طيف طويل عريض من الناس وكل واحد شو بيحمل؟ بيحمل أفكار. إخواني ننبه، لما جاء جبريل عليه السلام يعلم المسلمين دينهم في الحديث الجبرائيلي، لما جاء وجلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل فخذيه إلى فخذيه ووضع يديه على ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، شو سأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أكم سؤال سأله؟ 4. شو هم؟ وحتى 5، بس أنا لآخر آخر سؤالين نقدر نعدهم يعني سؤال واحد نربطهم مع بعضهم. سأله أول سؤال إيش؟ عن الإسلام، مظبوط ولا لا؟ بعدين سألوا عن إيش؟ عن الإيمان. بعدين سألوا عن إيش؟ الإحسان. بعدين سألوا عن إيش؟ عن الساعة. شو قال له؟ ما المسؤول عنها؟ أعلم من السائل. فسألوا عن إيش؟ فما أماراتها؟ حدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة. يعني كأنه الله عز وجل أرسل لنا جبريل يرتب لنا إيش؟ الأمور. انت قبل ما تتعلم امور الساعه واماراتها شو لازم تتعلم؟ الاسلام والايمان والاحسان وتتقنهم، وبعدين تنتقل لايش؟ لا الساعه وامارات الساعه. لانه اذا انت مباشره نطيت على علامات الساعه واماراتها واشاراتها بدون ما تتقن الاسلام والايمان والاحسان، شو بصير في عندك؟ بصير في عندك مداخل كثيرة أنت مش فاهمها، قد تلبس عليك الأمور وبالتالي قد تضلك وبتصير لقمة صائغة لمين؟ للشيطان مباشرة، يلبس عليك الشيطان. عشان هيك إخواني كثير كثير يتحدثوا معي شو إنهم؟ المهدي. مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 100. يعني لو تميتني احصي، يعني بدي انا احصي اول شيء بعدين بطلت احصي. يعني لربما خلال ال3 أو 4 سنين الماضيه حدثني اكثر من 1000 انسان انه هو المهدي، اكثر من 1000 واحد، وبين لي وبيشرح لي عن حاله شمات واشارات وعلامات واسمه واسم ابوه واسم امه وانفه وكل الامور الموجوده صفات جسمه، وفي الاخر شو بيخلص؟ انه هو المهدي. هلا لما بدينا يعني نضيق شوي شوي الباب نفهمهم انه هذا من لبس الشيطان، انه في عندك انت ضعف في ايش؟ في العلم الشرعي، فيستطيع الشيطان انه هو شو يسوي؟ يلبس عليك ويوهمك انك انت المهدي عشان شوي شوي يسويك اداه يستخدمها ضدك وضد مين؟ الاسلام والمسلمين. بدينا نضيق الباب شوي شوي، بدأوا في إيش؟ في فكرة أخرى، بدأ الشيطان يلبس عليهم في أمر آخر إنهم مش المهدي، إنهم
رسل أرسلهم الله عز وجل. طيب أنا مش المهدي، أنا رسول. مش بعد رسول. كيف يا عمي رسول؟ بدينا سلسلة من الدروس بدينا نبين فيها الفرق بين النبي وبين إيش؟ الرسول. وإن كل نبي رسول أو كل رسول كان أصلاً نبي. كل رسول كان أصلاً نبي. وإنه لا يجوز أن يكون هناك رسول دون أن يمر بمرحلة النبوة. والنبوة شو صار فيها؟ قطعت وخاتم النبي. انتهينا من هذا الباب، سكرنا الباب على كل هدول اللي في عندهم وهم، انفتح باب جديد. طيب أنا مش إيش؟ أنا مش نبي وأنا مش رسول، ولكن يوحى إلي. شو إيش؟ يوحى إلي. سلسلة كبيرة من الناس صار الشيطان يوحي لهم ويوهمهم إنه مين اللي بيوحي لهم؟ الله عز وجل. بدينا سلسلة من الدروس إنه إحنا نفهمهم إنه ما في وحي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهى الوحي، سكرنا الباب. بدأ الشيطان بسلسلة جديدة مع الناس إنه أنا لا يوحى إلي، أنا مش نبي، أنا مش رسول، أنا مش المهدي، ومش متأكد حالي إذا أنا المهدي ولا لا. أنا لا يوحى إلي، ولكن أنا في عندي إلهام رباني. شو صاروا؟ دخلوا في موضوع الإلهام، صار في عندهم إلهام إنه هو ملهم وإنه يستطيع أن يرى أمور خلف الزمان. دخلنا في متاهة جديدة وبدأنا نبين معنى كلمة الإلهام شرعا، وإنه الإلهام مش لشخص بعينه، والإلهام لكل المسلمين. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وإنه الإلهام إنك أنت تتميز بين الحلال والحرام، وهي الفطرة اللي أعطاك إياها. حتى أغلقنا هذا الباب، وكل ما نغلق باب شو بيسوي؟ عشان هيك مش كل الناس زيك يا حبيبي. في ناس شمالها، في ناس في عندها ضعف، في ناس الشيطان لابس عليها. عشان هيك شو لازم؟ لازم نبين كل الامور بالتفصيل، والتفصيل الممل. ليش؟ عشان اي ثغره موجوده يستطيع الشيطان ان ينفذ منها، سينفذ حتى يضل ولو انسان واحد. فإحنا بدنا نسكر كل الطرق إن شاء الله عشان تفضل. الرجل الصالح سيدنا المهدي قبله تسبق علامات قبل رجل. هل العلامات كلها ظهرت وإحنا ننتظر في الرجل الصالح، ولا في علامة 2-3 تبقى؟